ما فطرتها؟ اي فطرتها. كم واحد لو قالوا فطرتها والله. والله فطر عليك اللي تعمل هنا. اقرش اقرش والله ما شاء الله. انت الكبابي زين عليك عرفتوا شو العقاري دي؟ ها؟ كلمني. العقاري دي بتريدوها كذي ليه؟ ناكلها. اللي هي يعني؟ الكباشة مديكم سرها؟ مديكم سرها؟ ها؟ مديكم سر السيم ده؟ سبحان الله. احنا نحب الكباش ان شاء الله ربنا يكرمنا به. جاهو عند الله. كباش كباش كم طبق؟ كباش كباش كم طبق؟ كباش كباش كم طبق؟ كباش كباش كم طبق؟ خضر أحد سكان القرية، يعد المتخصص الأول في ترويض الثعابين وتربيتها وإخراجها من مخابئها. كباش كباش كم طبق؟ كباش كباش كم طبق؟ يا سلام أحمد، دي من كرامات الكباشي سر السم، لا يوجد إلا عند الشغب رهيب الكباشي. بيتكلم قال شيخ الكباشي بحر القوم، كباشي بتاع شنو؟ تاريخ من العلم والنور والتصوف، ما في حاجه اسمها تصوف في الدين، ده كله دجل. خليك نرجع للموضوع، شكرا للكباشي ولخلفائه الجماعه اللي بعدهم كلهم، ما دكان مفتوح بس، والله صحيح، بدون ضرائب، بدون زكاه، بدون ياكلوا حقوق الناس، ضيعوا الدين، ناس كباشي وجن كلب. علاج العقم وسخر لهم السخر لهم منه الله كالفخر، ومن اظلم ممن افترى على الله الكذبه وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمون. قال وسخر لهم تاديب السم، اي من حزى من تراب شيخ الكباشي لا يصاب بلدغه عقرب او ثعبان. اخصائي السم والعقم، والله يجي البراح يأيد الكلام ده ويجي يقول له لا لا البراح بديك كده وطلع روح براح انت مهوم ولا شو؟ داعي للشرك والضلال في البلد دي، الناس يقدس الداعي للشرك والضلال. فبيقول البراح مع اول عطاره بتاع انه شباب الحياه الليل كباشي، طبعا بيألفها البراح بيمنح في الكباشي بيأيد الكلام ده. كباشي كم ادى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي يكبك في جهنم، يكبك انت والذي الفها في جهنم. قال اخصائي قال تشيل لك تراب من قبر الكباشي لا عقرب ولا دبيب. عقرب ودبيب بيعرفوا لك الكباشي؟ يا دول ده الرسول ذاته قال لك في الصلاه، انت عارف في بما يباح في الصلاه قريت في الفقه؟ ما قريت. تقرا انت وخليك تقرا في سنن ابي داود من روايه ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه وسلم قال اقتلوا الاسودين في الصلاه. الاسودين ده قالوا اسود، انت قالوا يعني طماطم اسود. الاسودين ده العقرب والدبيب، لو انت بتصلي ويا دبيب ما تعمل فيها خاشق بيطقك لك راسه، والله صحيح بينشف ريدك ده بيطقك مشان كنت تعال رايح ما بتبطل الصلاه. عقرب قلتها ما تقعد تعمل فيها خاشق وتقول انا بصلي وانا مع الله بيطقك. دي في معجم الطبراني، ده في الطبراني قريته حتى في واحد بيعرف الطبراني يقول لك الطبراني ده اسوار سنه، انت ما عارف والله ما عارف ارجع الاسلام ما عارف اللي في الجبهجي ما عارف الطبراني، صوفي ما عارف الطبراني. ده من مراجع الحديث بالاسناد الى عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان دي عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بيصلي ومنو اللي بيصلي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. قالت فلدغته عقرب، والرسول ده ادرى بيصلي الرسول. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على العقرب فإنها لا تعرف النبي ولا غير النبي ولا المصلي ولا غير المصلي، اقتلوها في الحل والحرم.
ابقى العقرب طقشت اللي ما سلم تقول له عندي الكباشي. انت فاهم معايا؟ اذا كان العقرب قال لك الرسول ما بتعرف النبي ذاته، تعرف الكباشي؟ ما يقولوا